مشاهدين الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى تلاوة المتسابقين نتوجه الآن إلى لجنة التحكيم لتعلن النتيجة، فليتفضل الشيخ إسماعيل لإعلان النتيجة. حصل المتسابق الأول عامر محمد راجح في الحفظ على 96 درجة وفي التلاوة على 97 درجة، وبهذا فإن مجموع درجاته 193 درجة. وحصل السابق الثاني أحمد سعيد با محفوظ في الحفظ على 97 درجة وفي التلاوة على 89 درجة، وبهذا فإن مجموع درجاته 186 درجة. وبهذا يكون المتسابق الأول أو الفائز الأول في هذه الحلقة عامر راجح. إذن مشاهدينا الكرام، حصل المتسابق الأول عامر محمد صالح في الحفظ على 96 درجة وفي التلاوة على 97 درجة، وبذلك يكون مجموع درجاته 193 درجة. بينما حصل المتسابق الثاني أحمد سعيد أحمد با محفوظ في الحفظ على 97 درجة وفي التلاوة 89 درجة، ويكون مجموع درجاته 186 درجة، وبذلك يتأهل المتسابق والحافظ عامر محمد صالح إلى المرحلة الثانية من هذه المسابقة، بينما يتفضل الحافظ أحمد سعيد إلى هنا لاستلام جائزته. وهذه الجائزة هي عبارة عن هدية من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، عبارة عن مصحف مرتل بالإضافة إلى مبلغ نقدي مقدم من مؤسسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، بالإضافة إلى شهادة مشاركة في هذه المسابقة. ألف ألف مبروك. مشاهدينا الكرام، أنتقل بكم إلى الفقرة التالية. ما أحكم قول الرحمن قرآني لغة الإيمان، ما أحلى القرآن جليسا، ما أفضله في الميزان، فصله بالحق إلهي تبيانا لبني الإنسان، للقلب دواء وربيعا غيثا من قطر الأمزان، يغشى بالرحمة قارئه ويرق جمود الجدران، وبه يتقرب يا ربي اللهم اقبل قربان، اللهم اقبل قربان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة التي تتنافس فيها الحافظات لكتاب الله عز وجل، ويخذنا غمار المنافسة على جائزة المرحومة شيخ عبد الله بن حسين الأحمر. مشاهدينا الكرام، في البداية نتعرف على المتسابقات معنا في هذه الحلقة. بداية تبدأ المتسابقة الأولى بتعريفنا باسمها. الاسم رحمة يحيى الحبابي. أهلا ومرحبا بك أخت رحمة. تفضل المتسابقة الثانية. بشرى أحمد الشجر. أهلا ومرحبا بكما. أيضا نرحب بلجنة التحكيم معنا في هذه المرحلة، وهي برئاسة الشيخة نجاة العرقبان وعضوية الشيخة بشرى اليمني والشيخة نجاة العرولي. أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أنتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم لتبدأ بتوجيه الأسئلة إلى المتسابقة الأولى. السؤال الأول للمتسابقة رحمة الحبابي، اقرأي من قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. ويوم يحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ما ثم لم تكن فتنتهم إلا فتنتهم إلا ثم لم تكن فتنة فتنة فتنة
فتنتهم إلا أن قالوا ما كنا مشركين إلا أن قالوا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا منهم إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير إن هذا إلا أساطير الأولين. حسبك. السؤال الثاني اقرأي من قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد قالوا آذن وضل عنهم ما كانوا يفترون من قبل وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فتح الله عليك. فتح الله عليك وبارك الله فيك. ننتقل الآن إلى المتسابقة الثانية وتتفضل اللجنة بتوجيه الأسئلة إليها. السؤال الأول قرعي من قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ولله ما في السماوات وما ولله ما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. انتبهي. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله. رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسوله. فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا خيرا لكم. فآمنوا بالله ورسله. وإن تؤمنوا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. له الملك. لا سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. حسبك. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهم عن آياتها معرضون. ومن يقل منهم إن وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار. وهو الذي خلق الليل والنهار. وهو الذي خلق الليل والنهار. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل والنهار. والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتح الله عليك. بارك الله فيكن وفتح الله عليكن. يا من حملت كتاب الله في زمن تغزو الأغاني به الأشراف والخدم، إليك مني كليمات أسطرها، ورب حامل فهم للذي فهم. فداومي حفظك للآيات والسور، ولا تعودي وسيري دائما قدما، ولتعملي بكتاب الله راجية في جنة الخلد منه الأجر والنعم. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى لجنة التحكيم لإعلان النتيجة، ولكن بعد هذا الفاصل. قد أشرق نور القرآن، يوقد من غصن ريان، برحاب المولى نتلوه، والجو كريم رباني، بالهمة نبني أجيالا بهدى آيات الرحمن. الأمة يحييها،
وسكينة قلب الحيران بظلال القرآن سنبقى في كل زمان ومكان فاجعله لنا ربي ذخرا وشفيعا دون النيران. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى تلاوة المتسابقتين نتوجه الآن إلى لجنة التحكيم لإعلان النتيجة. حصلت الأخت رحمة يحيى الحبابي على 94 درجة في الحفظ و99 درجة في التلاوة، فيكون مجموع درجاتها 193 درجة. وحصلت الأخت بشرى أحمد الشجرة على 91 درجة في الحفظ و99 درجة في التلاوة، فيكون مجموع درجاتها 190 درجة، وتكون الأخت رحمة يحيى الحبابي هي الفائزة. إذن مبارك للأخت رحمة أحمد يحيى الحبابي فوزها وتأهلها للمرحلة الثانية، وأيضا مبروك للأخت بشرى أحمد محمد الشجرة التي حصلت على 190 درجة، وتتفضل لاستلام جائزتها وهي عبارة عن مصحف مرتل مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، بالإضافة إلى مبلغ من مؤسسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهذه أيضا شهادة مشاركة في هذه المسابقة. لا شك إخواني ومشاهدينا الكرام أن الكل في القرآن فائز ولا يوجد هناك خاسر في هذه المسابقة. مشاهدينا الكرام، الآن أنتقل بكم إلى سؤال الجمهور متمنيا لكم التوفيق في الإجابة على هذه الأسئلة. إلى أن ألتقيكم غدا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال حلقتنا لهذا اليوم: من الواجبات على المسلم طاعة ولي الأمر في غير معصية لله، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم، اذكر اسم السورة ورقم الآية. ترسل الإجابات على إيميل الجمعية، تجدون جميع الأسئلة على الموقع الإلكتروني للجمعية، تعلن النتائج على الموقع وتسلم الجوائز في حفل التكريم الذي سيعلن عنه لاحقا. نورك يا رباه تجلى ببديع الأكوان، واللطف بنعماك أطلى حمدا للمنان. رحمك بقلب يتسلى بضياف الديان، قربني منك وهل أحلى من قرب الرحمن. في السر ينادي والنجوى وعليك التكلان، ورجائي في عفوك أني لست سوى إنسان، لست سوى إنسان.